السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنشت أو المنفيين من قصر الرئاسة أو قلعة الرئاسة هذه اللي خلف المسجد، عشان العيال تعرفون ما حد يتعذر ويقول المسجد بعيد، على طول الصلوات كلها إن شاء الله في المسجد. هذه مدرسة، لا تنسوا أنها مدرسة، لا تحسبوا أنها ثلاث مساجد جنب بعض، هذه مدرسة الثانية لسه ما اكتملت. اللي ضحك في الموضوع أني استوعبت صراحة قبل أجي أصور حلقة أني جالس أضبط لي شوية تنري اللي هم الحانات في هذه الأماكن، طبعا لسعادة الشعب، لكن وين المسجد يا طيب؟ فقررت أني لا أبوهم لا أبو سعادتهم، خلاص نحترم هذه الأرض المباركة، السربة هذه نخلينهم إياها كذا بعيد، ممكن في جزر ثانية. المشكلة أغلب البيوت في هالمنطقة، لكن أتوقع أن سعادتهم خلنا نمسك أي بيت، ما شاء الله الهيلث والسعادة فل، خلنا نمسك هذا البيت مثلا، نفس الشيء تقريبا. وهذا البيت ما شاء الله تبارك الله، شعب راضي وسعيد جدا. طبعا تعرفون يعني ما يحتاج، أي واحد معارض يختار يعني في وسائل كثيرة أنا منوع لهم إياها لطرق الموت. هذا البزر جاء، إيش اسمه؟ برنست. هاي برنست يتأمل ليكون طير رأس أبوه. بس المهم هذه الحين أرويكم إيش رأيكم، بس هذا المزارع خلصت اللي بنيناها في نهاية الحلقة الماضية، ولكن فيه مشكلة يا عزيزي. المشكلة وين؟ بنهدم هذا 1 2 3 4 5 6، هنا 6 و6 12 وتقريبا 6 بعد يعني 18 مزرعة. مدري إذا تلاحظون أن البيوت يعني نوعا ما صراحة بعيدة. أنا كنت ناوي أبني قلعتين في هالمكان، فحبيت أني أوسعهم. هذا بما يخص القلاع الكبيرة. أما بما يخص المزارع، شفت عندي في الستورج التفاح بشكل مبالغ فيه. طبعا التعليم والملابس أمورها فل الفل، شوف كيف قلبت 100%، سلام يأكد لي أن كل شيء فل الفل. مثل ما تشوفون من برا، الخشب والستون والآيرون والملابس والتولز وجميع الهيرب عندي ناقص صراحة. الهيرب لازم نشوف لنا حل، لأنهم لو مرضوا لو دخلنا في فيروسات ما فيروسات وماتوا علي فهذه كارثة. وأتذكر في كومنتات كثير جو يقولون لي انتبه من الأمراض، كثير لعبوا هاللعبة وماتوا شعبهم بسبب الأمراض. فشوفوا الأمراض تقدر تسوي لها أمور كثير. الدبل رود هذا مش بس شكل جمالي، دبل رود هذا يعني الامراض اللي تكون في المزارع وكذا ما تنتشر، او الحشرات وغيرها من السواليف. فتلاحظون اني دائما افصل، فانصحك دائما انه يكون في فاصل بين خصوصا مزارع او زرايب الحيوانات وغيرها يعني من الامور. دائما حاول انه تكون في فاصل، خصوصا لو كنت تلعب الكوارث اون. فاذا كنت حاط الكوارث حتى البيوت راح تتدمر عليك، اذا كان في حريق في بيت واحد راح ينتشر بسرعه. فكيف تتفادى هذه الامور؟ انك تخلي جاب واحد او اثنين، افضل الاثنين صراحه لانه يعطي جماليه، عشان كذا اعتمدتها في هذه المدينه الجميله. ففي امور دائما الشغلات اللي فيها مشاكل في امور تتفاداها، فحاول تفهم كيف اقدر اتفادى هذا الشيء من قبل لا يجي. فانتبه من الهيربز او الميديسن الستورد. خلينا نشوف صاحبنا هذا اللي هنا، اي ما هو شغال، ليش ما انت شغال؟ الاويل وفرت لك اياه، والجنجر وفرت لك اياه اللي هو القذر يجيب لي اياه، والجلاس وير برضه موفر لك اياه. اللي ناقصنا ايش؟ سيد اويل. طيب نرجع للسيد اويل يا عزيزنا. سيد اويل وين مكانه؟ هذا هو سيد اويل، نوظف فيه شخص ثاني وان شاء الله بتنحل المشكله. هذا ناقصه قطن، ان شاء الله راح تنحل مشكلته، خلينا نثبته نشوفه بعد شوي. هذا ايش مشكلته؟ هذا ناقصه بوتري وفرنتشر، ياخذ الفرنتشر ناقص، ممكن نزيد له واحد شخص ثاني عشان يتماشى. تعرف في بعض المصانع اسرع من المصانع اللي يجيبون منها، فلا بد انك تساوي الامور. والله عجبتني السفن اللي موجوده هنا. طيب بالنسبه للبيوت، ان شاء الله ان كل شيء هنا في السليم، يعني كل المصانع تقريبا اللي هنا او كل البيوت اللي هنا شغالين في هالمناطق. يحتاج لنا بيوت في هالمنطقه. انا ودي افصل هذه البيوت كلها تكون عبارة عن المصانع اللي شغالين يعني هنا كلهم في هذه البيوت. وصراحة الخطة ماشية زي توني كنت بقول الخطة ماشية زي اللوز. يتعبوني صراحة، أكيد ما هو متعلم هذا اللي هنا، المشكلة كلهم متعلمين. طيب ليه كذا؟ ليه البيوت هذه مش كافية معقولة؟ كم عدد البيوت وكم عدد العوائل؟ خلنا نشوف. سيتيزن 433، قربت كثير يا شباب من هدفي، هدفي 500 من اول ما ابتديت السلسله. في كومنت جاني يقول لي ليه خايف ما تحط 1000؟ انا مش خايف، الموضوع كله انا ما ودي اتمادى بالسلسله وتكون ما فيها حماس، ودي اوصل الهدف هذا، لاني انا متاكد اللي يوصل 100 يقدر يوصل 500، واللي يقدر يوصل 500 بيجيب ال1000. ف 100 مره سهله،
أنا أشوفها 500 الصعوبة تكمن فيها صراحة. فإذا وصلت 500 صدقني عبارة عن تكرار، أنك تحط مزارع وكذا والأمور والمصانع يعني تكرار وخلاص تعيش. فما ودي أوصل هذه المرحلة، لكن في بالي بإذن الله أن بعد هذه السلسلة تكون فيه حلقة واحدة أو حلقتين أحطها هارد كل شيء فيري هارد وأدعس وأشوف وش بيصير معي. طبعا هارد مع الكوارث، نبغى نشوف جميع أنواع الكوارث في اللعبة حتى أن يكون مغطيها بشكل جدا كامل. الأكل 53,048 يعني أوكي، ما زال إنتاجنا بشكل غريب صراحة أنه لسه ما شغلت المزارع. أنا جيت للعوال، العوال 164 والبيوت 161، بس ثلاث بيوت اللي ناقصة. مش معقول يعني، مش معقول يا عزيزي. أنا متأكد فيه ناس هنا ممكن تسكن معاهم. هذا الاثنين احشر نفسك، استاجر، سو اي شيء. هذا الحالة ها 60 عمره، شايب برجوله في القبر، صرفه وخذ بيته. يصك لي مشوار لين اخر مكان. هذا المكان على اساس كان سيدلينج وتجارة، بس خربت الخطة، لم تنجح معنا. المكان هذا مخليه مستكن كذا فايرود ما فايرود، وهذا مطفيه تقريبا لاني شفت الفايرود عندي كثير في الحلقة الماضية. خلنا نشوف الشغلات الموجودة عندنا، نسوي فرز بالاعداد. الويت ما شاء الله 12,000، الكورن برضه يعني اهم شغلتين عندي كمية، والفلاور 9,200. حطينا مصنع الفلاور، نشوف نشيك عليه هذا ونشغل فيه واحد ثاني ما نقدر، ياخذ ماي وفلاور ويطلع لنا العطور. العطور برضه تدخل في مصنع ثاني او في بناء مباني ثانية، يعني مش بس تجارة. الكاندلز ما شاء الله كميات كبيرة، اللي هو من خلايا العسل اللي تجينا من هنا، والكول والكوك 1900 1300. يعني في مشكلة، مفروض اني اوقف الكول لين ما يتحول كامل الى الكوك. هذا الكول عندنا كمية كبيرة. في منجم هنا مطفيه كان ينتج لنا سولت، حول الى ستون. ستون عندنا بدأ يتناقص شوي، نوظف شخصين في هالمكان. جميل. الليذر ما شاء الله تبارك الله 3400. عندنا مصانع كيورد ليذر هنا، نشغلها يحولون اياه الى جلود معالجة ممكن تدخل او تفيدنا في صناعات. ففي مصانع كثير لسه ما غطيتها، ودي قبل اختم هذه السلسلة اني اغطيها كلها ان شاء الله. من ضمنها السمك صراحة. السمك هذا يوم جيت اسوي ادة المقطع الماضي، اسمحوا لي وسامحوني يوم اوعدكم بشغلة في هذا الحلقة اقول بنسوي كذا كذا وبعدين ما اسويها. والله يا شباب ان الواحد في اللعبة هذه يعني ما يلحق كذا 20 شغلة تحسه في باله. شوف مثلا الحين جيت للويل، الويل هذا ليه ما حطيته؟ مهم جدا هذا، يضيف سعادة بشكل ما تتصورونه. في عندنا انواع كثير منه. هذا بنيناه قبل بس نوعين، هذا النوع الثالث. هذا جميل، ممكن يكون في مركز المدينة. الغريب اني ما اشوف له دائرة، ينحشر هنا ما ينحشر. طيب مش مشكلة، هنخليه في هالمكان. هالمكان مش عندنا، ما ادري مناسب هالمكان ومن الزاوية الثانية. طيب هذا البير الثاني، خلنا نقربه من البيوت. ما اتوقع ان في احد يشتغل فيه، اذا في احد يشتغل فيه بنكنسل اثنين. وعند هذا البيوت تقريبا ما حطيت برضه، نحط ول هنا على الطريق. هنا في بيوت نحشر لنا واحد، وهنا نحشر لنا واحد برضه يفيدنا في الماي للزراعات اللي تدخل مع السماد. خلنا نحطها ضرب 10 ومش الوقت. هنا في شوية بيوت. جميل. خلنا نرجع الحين الى السموكر، سموكري او سموكر. طيب هذا هو يا شباب، حصلت الفش سموكر. نيد فايرود، الفايرود عندنا كميات هائلة، فممكن نحط اثنين جنب الصيادين بحيث انه على طول يكون ما يروح للستورج، على طول يمشي هنا. وبعدين بعد ما يتحول من سموكت، الله يرحم ستراند الديب يا شباب، السموكر. طيب خلنا نشوف الصناعة الثانية اللي عند ريد كيتشب. ريد كيتشب طبعا احتراما وتقديرا للمود الرهيب اللي حط لنا اياه، بنحط مصنع الكيتشب حتى انه ملونه كذا، حاطه بشكل مميز، شكله رهيب صراحة. بس ما اتوقع انه منها ازعاج، ما في اي دائرة ازعاج، فممكن نخليه من ضمن الصناعات اللي موجودة هنا. كيتشب ولا نخليه هنا؟ خله هنا، يناسب المكان، هو يناسبه، بس يبالنا إزالة الطرق اللي موجودة هنا. هذه كانت عينات الباسكو، الحاكم يجي يختار، فخلاص اخترنا على بال ما يزيلونه. عندنا كم؟ 60 عامل و20 مهندس. يا إلهي يا إلهي. خلنا نجي للصناعات. طيب غير الكتشب هذا ايش عندك؟ ووتش تاور، برج مراقبة. على طاري الأبراج هذه لسه ما بنيتها أنا هنا، في اثنين. طيب ركز، الله يصلحك، في مكان واحد. هذا وش يسوي؟ هذا الأولد كريمري. هذا يا شباب مهم جدا. أذكر جاني كومنت قال لي وين ما حطيت المصنع. هذا هو المصنع اللي حول لك الحليب إلى أجبان، فحطينا احنا المخبز، باقي الحليب نظبط مظابيطهم. في نوع ثاني اللي هو هذا الريد كريمري، برضه نفس الشيء، شكلها أجمل كذا أحمر.
فخلنا نحط هذا. هذا البتشر، بس البتشر هذا يتطلب 12، بس اللحوم هذه كانت عجبتني صراحة، ما بنيتها بسبب ان الكوبر ابتلشت فيه. واخر شيء الكوبر وين؟ الكوبر يا شباب في هذا المصنع. انا جالس ادور مصانع وانا باني المصنع، هو نفسه اللي يجيب الايرون هو نفسه يجيب الكوبر. انا اقول لكم الواحد يوم يجي يسوي ادت المقطع حقه يستفيد، يشوف فهاوته في بعض الامور ويجي في الحلقه اللي بعدها يعدل او يزين الامور. فهذه احدى الشغلات صراحه اللي خدمتني بعد توفيق الله في هذه السلسله. ولا والله اول مره اوصل 400 عامل، واللي يلعب اللعبه يعرف ايش كثر صعوبتها. في بيكري ثاني عنده، خلينا نشوف شكله. والله اجمل من هذا صراحه. انا حاط 2 خبازين الظاهر، بنحط الثالث وبنرص له مروحه ثانيه تخدمهم. عندنا ما شاء الله، هنا نتحدث والله، واحده كبيره واحده صغيره، يا سلام سلم. باقي الامور هذه جرين هاوس كلها حطيناها تقريبا، الريد كيتشب مغطينه، باقي نحط المصنع هذا. خلصوا، شلوا العينات ممتاز. وهذا الكيتشب حطيناه، يعني زبطنا مظابيطهم. في المود الاخضر هذا فيش فارم، هل والله احس هنا مكان مناسب، بس ان شاء الله ان المبنى يكون جميل، نتمنى ذلك. ولو كان شكله جميل ممكن اكرره في هذا المكان. يا شباب انتم ملاحظين شيء ولا مش ملاحظين؟ ركزوا، يعني تلاحظون هذا المستطيل اصغر من هذا. وين المهندس اللي بنى هذا؟ وينه؟ لا والله هذا اصغر وهذا اكبر. هاتولي المهندس هذا، ابغاه في هذا كذا، تحطون رقبته هنا سريع، ما في كرسي ودف الكرسي وطيحه، لا استهبل هذا. انا جالس اتعب بتصميم المدينه ويروح معطيهم القياسات مضبوطه، لا احد يجي يلومني. طيب الحين بتنحل المشكله، بيصير كل شيء بيرفكت. افا الولي يحتاج لشخص والله موظف. دقيقه عشان لا نخبص، نطفي هذا عشان لا يجون يشتغلون هنا، ونشغل. كم واحد تبون انتم؟ هم كلهم 2. اوه في اكثر من واحد يوظف لي حتى اللي حطيته هناك. اوكي انا بنيت 7، وبما انه ناقصهم بيوت والله تبشرون بالبيوت. وهذا احلى بيتين، بس برضه المهندس هنا يستهبل، والشارع هذا مش مكملين لنا يا باسكو. يا اخي ايش العباطه هذه؟ واضح انه فيه استهبال في المنطقه. طيب تسألون ليش انا هدمت المزارع هذه، ودي احط من النوع الثاني اللي هو الاور شارد هذا. لو تلاحظون المنطقة هذه مش كلها مزارع، الجمال كله صراحة نشوفها في هذه، فلابد اني اكثر من هذا، خصوصا الويت عندي كافي. ليه ما اهدم هذا واخليها مزارع واجيب ايش اسمه هذا؟ اتذكر في الحلقات الماضية اللي لاحظته كثير ما غيرت الى القريب العنب، على اساس ان صاحبنا هذا يشتغل وياخذ العنب. ما ادري من وين جاه العنب، لان هذا اليوم اجي اشوف انتاجهم. الله يخرب بيتك، اقسم بالله انك كذاب، والله انك كذاب. يا اخي خش يوم، ها شوف ابل، والله انه ابل انتج، وانا ايش حاط له؟ حاط له قريب. خلينا نشوف هذا بنانا، انا ايش حاط له؟ المنت. شوف ففي مشكله، انا يوم اجي اغير المنتج ما يتغير. يعني المعلومة اللي كنت بوصل لكم إياها، إذا بنيت هذا الشيء الظاهر والله العالم مش متأكد، إنه خلاص مجرد ما زرعت الألمنت ما يتغير، بعدين ما تقدر تغيره لشيء ثاني، مثل ما صار لي هنا، حولت عنب لكن ما زال على أول شيء اللي حطيته اللي هو أبل. فهذه مشكلة وغريبة، ممكن خلل، ما هو بمشكلة. هذا إيش كانت مشكلته؟ الجنجر؟ لا سيد أويل، بتنحل مشكلتك يا أبوي، خلاص اسكت اصبر علينا شوي. هذا سماد حاط لهم مزرعة هنا، حيظبط مظابيطهم ان شاء الله. وينها؟ مزرعة طافية، اوكي نشغل فيها واحد. كم شخص يقدر يشتغل؟ 3، اشتغلوا 3. فكونا من ازمة المزارع هذه، لا اريد ادخل في نكبة الاكل. طيب نرجع الى القرار الاخير والشكل الجمالي، نجي نحط لهم الاور شارد. فيه 2x2، وفيه 2x3 عفوا، وفيه 2، هذا هو 2x3 و2x2، يعني المسافات لو تلاحظون هنا في 4 اشجار، وهنا فيه يرص لك 5، فتكون فيه زحمة. ممكن ننوع نحط هذا 2x3، ورا بحط 2x2. حلو، خلص السموكر، نوظف فيه 2 ونشوف انتاجه بعد شوي. هذا الكول انا موقفه ما احتاجه، 14% اصلا باقي، والله ممكن نخليه يكمل وخلاص، بعدين هو كذا كذا بيوقف. هنا الايرون الليمت، مشكلة الليمت. المينيرالز
حاطهم 5000 انا. طيب خليها 7000 وكمل شغلك يا عزيزي. هذا مدري وش مشكلته والله يا شباب. القطن اتوقع عندنا قطن كفاية. الكوتون حرف السي لانه يستهلكها اكثر من مكان، فممكن يكون عندنا نقص. هذا الكوتون صفر ولا ليه؟ انا قلبت نص المزارع قطن اتذكر. هذا هو كم انتاجكم؟ 72. فالظاهر عليها ضغط، مش مشكلة. انا كذا كذا بحول هالمنطقة الى مزارع، فبخليها كلها قطن وان شاء الله بتنحل مشكلته. مشروع البيوت اللي موجود في هالمنطقة ما شاء الله خلص، يعني كلهم اللي يشتغلون في هذا الفارم تقريبا بيسكنون في هذه البيوت، فقريبة منهم. لكن ناقصهم ستورج وناقصهم، اتذكر اني حطيت ايوه ماركت، وحطيت لهم مدرسة صغيرة ابو 5 طلاب. هذه الكراسي الصغيرة اللي تشوفونها. هذه المنطقة كبيرة جدا. هذا وش دنستري؟ لا محتاجك خلاص. في بيوت ستون هنا بتنزال، الله يرحم ايام الستون والاهتمام الكبير. الفايروود 6000 يا ابوي، خلها ان شاء الله مش خشبية، خلها خيم. هذه 5 مزارع بتكون للقطن، بس ما ادري وش الخلل هنا. اوكي 39 ريموفر وهنا 40 ريموف، يعني لازم الله يعينهم قطاعة في الاشجار. في ستورج رهيب ان شاء الله اني ما اضيع في هذه المنطقة. نعم هذا هو اللي كنت ادور عليه في الحلقات الماضية، طريته اكثر مرة، اللي اسمه المجازين. هذا المجازين شكله صراحة رهيب، فممكن احط البيوت هنا ارصها وتكون، يعني ما يحتاج اني احط القلعة الكبيرة هنا واحشرهم. ممكن يكون المجازين هذا الرهيب. في نفس الوقت بنكمل الشارع هذا الدبل رود اللي جاي من فوق، او حتى نقربها وتكون البيوت على يمينه. هنا واحد وهنا واحد. شو حتى قبل لا ينبني صراحة عاجبتني الدوائر. وبنقرب، لا هنا على اليمين واليسار بتكون القلاع الكبيرة هذه. فعندهم جميع انواع ال، هنا ايش في ستوك بايل مخرب، خلنا نزيل الستوك بايل وبنحط القلاع الكبيرة، يعني بيكون الشكل متناسق. هنا للأمانة والله ما ادري وش اسوي، في حانة محانة والتافرن هذه السواليف ساحب عليها. حلوين الكتشب خلص، خلنا نشغل واحد. لا عفوا هذا مش الكتشب، هذا الجبن بيسوي لي 9 إلى 12 جبنة من 8 من الحليب. ممكن يضبط لنا الزبادي، ممكن احط مبنى ثاني عشان الزبادي ياخذ 6 ملك، 6 من الحليب و4 من البيري. خلنا في التشيز حاليا، نوظف 2 استعجلون. طيب الكوبر تقريبا اي همبنا، الحمد لله مشكلة الكوبر يعني انتهت حاليا. نقول لي وقفت ما عندي كوبر اور، فخلاص نقول له ارجع الايرون يا عزيزي. وهذا نشغله لان الفيورنس فيول 43، يعني اولموست انه يخلص، فنوظف فيه 2 حتى ممكن يمسكون الكول ويحولون اياه الى فيورنس فيول، لان عندنا كميات هائلة منه. الكتشب صاحبنا الكتشب يحتاج 20 طماط، يا للذكاء ما عندي طماط. نجي عند اصدقائنا الحلوين نقول له وقف الكورن شوي وعطنا توميتو لو سمحت، توميتو، وخلنا الثاني برضه توميتو. جميل جميل يا عزيزنا الجزار، والله جميل هذا. شوف اللحوم كذا مسدحة، هذا بيمسك لي 12 من البيف. انا عندي غزلان كثير، ابغاك تمسك لحم الغزلان اول شيء، او حتى التشيكن يذبح في التشيكن. فهذا الحلو فيه ايش؟ انا مثلا نبني اكثر مبنى فيه ويمسك لي مثلا لحم الاحصنة ولحم الدجاج وواحد لحم الخرفان وواحد لحم الغزلان، ويصير بدل هو يروح كذا للبيوت يصير يدخل الى المصنع وبعدين يروح لهم على شكل ستيك وبهارات وشغلات طيبة. والله اني جعت وانا اوصف. هذا مصدر قوي جدا من الصوف، لكن مش عاجبني، او من الحليب حتى. هذا البقر حليب 119، وهذا كم يجيبون لنا حليب؟ 200، لكن هنا عددهم كبير 11. فهنا لو ما عندك وعندك الدومستيك انيمال خيار جدا رهيب. هنا المقابر، رحت المقابر خلاص. طيب الفيش فارم خلص، والله يبين انه حلو صراحة. ولسه شتاء، الشتاء ما تحكم على اي شيء على اي مبنى. هل بيجيب سمك هنا؟ وما ادري ايش الفيش فارم هذا ايش وضعه، هنشوف انتاجه بعدين. السموك شغال زي اللوز، هذا انتج لنا 168 سموكت فيش، وهذا انتج لنا 168 نفسه، شغل رهيب. الحين في تنوع رهيب في البيوت، خلينا نشوف انفنتوري حق هذا. هل وصلك؟ لا والله ما وصله، ما غير تفاح ومكسرات، الكوك هذا للتدفئة، وهذا لحم الاحصنة، شاركول ما شاء الله مصادر متنوعة للتدفئة، وكورن، كورن اهم شيء للصحة. غريب انه ما عنده عسل،
العسل فيه نقص يعني، مفروض البيوت كلها تتعبى من العسل، او انه من كثر المصادر اللي موفر لهم اياها الظاهر الجماعة متوهقين وش ياكلون محتارين. شفت الحكم العادل يا شباب، جاني تاجرين نشوف ايش عندهم. انا عندي شغلات كثيرة تاجر فيها، فخلونا نتاجر. ايش اغلى شيء عندك؟ اوه النكلست، اعطنا حبة واحدة نهديها لام العيال. الكاسك هذا تحتاجه بعض التافرن يطلبه عشان القمور ما خمور، فيه مبنى تقدر تصنعه بسهولة. فروك كوت، كوت هذا جديد علي بس دامه ملابس، اعطنا 50. الواحد بعشرين يا ظالم. هيلينج بروث، الهيلينج نحتاج صراحة، الهيلينج مدمر عندي، فخلنا نعطيها 1000. سيدرينج الواحد بثمانية، والله شيء رهيب، واحلى تريد جاني في وقته صراحة هذه. اوه نسيت التاجر الثاني، طلبت منه الجنجر سيد. خذ لك يا رجل 75 زيادة، والله تستاهل. بس اسمع، لا اشوف وجهك مرة ثانية خلاص، لا تجي تبلشني كل شوي. جبت لك جنجر، جبت لك جنجر، حركة رهيبة جدا. الجنجر عشان لا يسبب لنا نقص، خلنا نحول واحد من القطن، خل المزرعة اللي قريبة من خوينا هذا تتحول إلى جنجر، بتكون كافية إن شاء الله. والقطن اللي كان هنا بنعوضه في 5 جايينة. طيب المزارع هذه خلصت، نحتاج إيش؟ نحتاج ألمنت ونحتاج القريب، القريب مهم. خلنا الصف هذا قريب عشان الحانات الرهيبة اللي بتكون في هالمنطقة. الصف اللي بعدها ألمنت، ألمنت مهم جدا، يدخل من ضمن احد اصناف الاكل المهمه في اللعبه. الصف الاخير راح اخليه حاليا، ما راح اشغل الجماعه كلهم. طبعا نسينا البيكاب، البيكاب راح اطفيه اخليه على العمال، لان دائما عندي كميه عماله كافين، اكون حريص، وهذه احد اسباب النجاح اني اكون حريص ان العماله دائما متوفرين بشكل كبير، واني ما اخذ الوضع بروقان. البيوت ابدا تحتاج روقان بشكل مبالغ فيه، هنا ما تستعجل ابدا في بنائها. جميل، هذا الحاره خلصناها، وهذا الحاره خلصناها. باقي الكسل اللي كان فيه شيء مخربه هنا، خله هنا في السنتر، شكله بنفس حجم المزارع والله بالملي، رهيب. وهنا نفس الشيء، حلوين. بس هنا المصادر جدا جدا ضخمه، 150 لمبر، 250 ستون. وات يا ولد، خلص الستون حقي. وين المصادر اللي جالسه هايط فيها انا؟ طيب هذه ناجلها شويه، ركز على هذا. كيف المصادر يحتاج؟ لا كويسه مقبوله، ما شاء الله قرب يخلص هذا الشكل الرهيب. من قبل يخلص شكله جميل صراحه، يا سلام يا سلام. يمكن من قريب شكله ما يعجبكم، بس صدقوني من فوق شكله رهيب جدا. عندنا الخباز الثاني خلص، ويقول لي اقدر اسوي لك بريد، واقدر اضبط لك كيك، ياخذ الفلور اللي هو الطحين مع الهاني العسل. الابل باي ممكن يستهلك الابل الكثير اللي عندنا، يعني زي المعجنات، يمكن ياخذ ممكن البيض ويسوي لنا الاومليت. يا سلام، فطوري المفضل، استهلك شويه من الابل، خفف على المخازن ونوظف فيه واحد. المطحنه الكبيره غريبه عليها علامه استفهام، طيب هذا اوكي اذا كان شغال هنا راح طمع بالكبيره. نوظف، طيب خلي هنا واحد من واحد عشان يوم نيجي عند هذا نزيد الرقم، ما يروح برضه ثاني يشتغل هنا. الكاتشب يقول لي التوميتو ما هو بكافيني، ابشر بالتوميتو. التوميتو للاسف ما عندي الا، اوه يا ريت التاجر هذاك وصيت السيدز حق التوميتو، كان بيجيب لي اياه على طول والله. التوميتو مفروض انه كافيك يا اخي، خلينا نحط له واحد ثالث توميتو، ولا يمكن المسافه في الطريق. ستون صراحه بدا يخلص بشكل سريع جدا، وعندي مباني كثير اسويها. فنجي عند صاحبنا هذا راعي الستون، ترى في واحد اسمه ايرون اللي يلعب بنفس المود، ما عليكم منه، يزرع ستون، وعشان اثبت لكم بحطه. طبعا هذا ما يحتاج اثبته او امسك دائرته، بالاشجار حقه واضحه الدائره، فبنحط واحد ستون هنا، او حتى ايرون اسمه مع انه ستون. وهنا ورا القلعه هذه بنحط برضه واحد ستون لكن باسم ستون، عشان رويكم ان الاثنين ينتجون نفس الشيء. وهذه كانت فرحة بالنسبة لي في بداية اللعبة، على اساس انه بيجيب لي ايرون كذا طق سيدة، ما كنت اعرف ان الايرون لازم يجي من الايرون اور ومع فيورونز فيول مصنعين، وبعدين يدخل في مصنع ثالث يعطينا الايرون، فسالفة طويلة. مش نفس الستون، الستون على طول طق يجيك. يا الهي ايش السالفة يا العسل، الفود ليمت وصلنا 100,000، مستحيل مستحيل. وين 100,000؟ ما ادري يا شباب، انا ما استوعبت هذا الشيء، او ممكن الهيلث، لان في اكثر من اوكي الهيلث خاب. نرفع الهيلث الى 5000 ونشوف. اي طلعت مشكله الهيلث، نسيت ان هذا برضه ما شاء الله تبارك الله كيف وصل 1000 الميديسن.
من شغلت الـ هذا على بداية الحلقة يا شباب، أنا اكتشفت أن فيه مطور مغربي ما شاء الله متحفنا بالفن المغربي في هذه اللعبة، فللأسف ما أقدر استعرض لكم. أيوة خلنا ننزل الكاميرا كذا. عنده جيت وعنده شغلات كثير، والشاي المغربي شفناه في الحلقة الماضية. يعني في أمور صراحة ما دريت أي ديزاين أحلى، كلهم حلوين، لعلي اختار هذا. آخ للأسف ما هو بفت، بوابتي في مكان غلط. طيب نشوف بوابة ثانية هنا، والله يا أني محلل الأماكن. أوكي هنا جيت كذا في وسط ال... يلا مشوا يا شباب. طيب هنا أيوة هذا المكان الاستراتيجي، بوابة ال... وهنا برضه حلوين. هذا ميليتري سبيشالست ما ادري ايش، وملابس حربيه الظاهر، سولدرز وجنود مجنود، وتحصلون فيه كانون ما كانون. جاني كومنت من علي يقول لي اللعبه رهيبه وكذا، وكان يسالني على موضوع الاسلحه هذه يا شباب. انا للامانه بحثت والله عن الموضوع، ما لقيت اي مصدر ياكد ان فيه فايده لها، ما لقيت اي حد يسال عنها اصلا في النت. الواضح والله العالم ان ايش، بس مجرد تجاره. وش هذا فورتس؟ والله رهيب هذا المبنى، هذا حداد، هذا ماك تولز اند كانونز. شوف ها كانونز، ايش فائدة الكانون؟ اوكي تجارة بس تبيع. شوف مسكة رينج، اوه والله شكلها رهيب. طيب ابغى اشوف اللي يتدرب وش بيتحول عندي من ليبر مثلا، ما اعرف، بنسوي تجربة. طبعا تجارب هذا يكون ايش جنب المحكمة، يصير الصيد اذا اخطأ يجي على مين؟ يجي على اللي كانوا معلقينه هناك، فنسهل عليهم العملية. ما شاء الله تبارك الله، ايش هذا؟ شنو هذا المبنى؟ من اكل ما ادري، ولا في فكره في الموضوع انه يكون فوق البيت، فوق المخبز يعني مديك نفس النظام يا اخي استغلال المساحات وربي هاللعبه. انا طبعا العب في فيري لارج ماب، فما اخذ راحتي. والله في كنيسه ممتازه يا شباب، ابو 200 شخص، ودائرتها جدا جدا شاسعه، كانت بتحل مشاكلي هنا بس خلاص مش مشكله. هذه دائرتها رهيبه صراحه، انا عجبتني. القباب هذه متناسقه مع بعض بغض النظر عن الوظائف، شوف كيف شاملة البيوت هناك بشكل رهيب. والآل وش ذا؟ طيب ما اتفقنا، جالسين نبني مدينة. أيوة هذا تافرن ميكسيتزن هبي، أوكي أكيد هذا الشيء. تعال صح أنا بنيت في شيء هنا، تعبى من شيء والله صفر، أنا ما في تافرن، فنحط لهم اثنين تافرن. هذا بما أنه دائرة السعادة، لا كان مفروض نحطه هنا، هو فيه دبل رود بين الحانة والكنيسة والمسجد. واو يا المدينة، الواحد بيجيه ارر في مخه. اقسم بالله اني نسيت وين كنت انا. الله يخرب بيت ابو الحانة. في مبنى هنا له حلقتين ما خلص، ليه ناقصه واحد لهال كومبننت هذا حق السفن. يا حبيبي انت تنتج ولا ما تنتج؟ اوكي باقي له واحد. هذا الميت تينري، اوه دائرة ازعاج هذه، يستهلك ايش 10 ملح يمكن، ما ادري، بس شكل المبنى عجيب صراحة. هذا بيقول لك ايش، يقول لك بيمسك اللحم وبيحولها الى معلبات الظاهر، وبيصير القيمة الغذائية اللي فيه اكبر. هذا ميت وهذا فيجيتبل وهذا فروت وهذا سوب، كل واحد له شيء معين. خلنا منقطعهم هنا وبعدين نوديهم للسكان، بعدين بنحط فيه بيوت كذا جنبهم. هذا الستون شاك خلص، نوظف فيه واحد، اخويا هذاك لسه ما خلص. راح تشوفون انتاجهم مثل ما قلت لكم، هذا الايرون في الستون هذا يلقطه بس لسه ما انتج عشان ينظف المكان الظاهر، بس بتشوفون انتاجه كامل ستون. يا طيب نزل قاعدة حقك شوي. في مباني موقفها هنا مجرد تكرار، هذا نفسه برفريميري اللي هو حق العطور، وهذا التورين، بس برضو ما عندنا ستون كفاية ان نبنيهم. جميل ديكور جميل صراحة، حق عرفتوا هذا حق اللي جنب المزارع يكون عشان الطيور ما يجون ياكلون في الحقول. انظروا يا شباب والله العظيم هذه التفاصيل الصغيرة انها تحببني في اللعبة بشكل ما تتصورون. يوم اشوف العامل يجي بالمنشار وتشوف المبنى يوم يتحول كذا من الساس الى الراس، شوف جالسين ها المنشار ويطرق اثناء تساقط الثلوج، وهذا الجار انزعج بس يتصبر الحين سعاده بتصير. انا التكه هذا النص مش عاجبني، يعني اسوي لكم اكثر. حق الاسهم شوف حاطين لنا صوره بعد تصويب، يوه الله، شوفوا البوابه المغربيه
انظر عزيزي المشاهد، وعندنا هنا بوابتين وكل واحدة لون. يلا خذ لك بس استعراض للمغربي. تحية لك إذا كنت تشوفنا من المغرب أو من الجزائر. أدري في جمهور متابعني كثير من الجزائر الحبيبة. هذا ما زالوا يشتكون يا أخي وحاطلهم فارم الفودر. تعال الفودر هذا ودي أشوفه هو ينزرع. بعدين ما يلام صراحة، دائرته كلها رايحة في مباني ورايحة في نرمي في هالمكان. بس المشكل وين يا عزيزي المشاهد؟ المشكل أنك بتجلس تفرفر لين بعد بكرة تدور المبنى هذا اللي بنيته أمس من وين بنيته. بالمناسبة طرالي يعني طرت لي شغلة، هل تبغوني ألعب بدون المود يوم أجي ألعب هارد؟ والله هذا بتكون يعني دبل هارد أمانة، ولا تبغوني ألعبها بالمود؟ فودي أعرف إذا في أحد من المشاهدين يلعب اللعبة ياريت تكتب لي في الكومنت ألعبها بالمود ولا بدون المود، حتى إذا ما كنت ألعب اللعبة فحط لي رايك. بدون المود صعوبة كبيرة. ليش؟ لأن هنا فيه صراحة سهلت علي كثير في مباني كذا أبو عشرة هذيك في البداية أتكلم، سهلت علي كثير، لكن بعدين طبعا مخ ما في شيء سهل علي. أفا مصنع الملح وشلون نسيناك؟ الملح والكتشب خلهم جنب بعض. ساكن ياكلون الرز معيش بدون ملح تخيلت. وهنا عندنا مصنع اول دراي شاك، والله خذنا مساحات كلها يا صاحبي. طيب ما شاء الله المنطقة هذه يبالها شكلها دبل شو اسمه ندبلها. خلنا مثلا نحطها كذا ونديه لين هناك. يا زين الدبل رود يا شباب. تم توظيف 80 عامل، 81 عامل، فصار 81 عامل يجمعون لنا ستون عشان نقدر ننجز. وتم بناء العديد من الشاكات من ستون شاك عشان نتلاحق المشكلة هذه. يا إلهي استهلاكنا انتاجنا الأكل 52 واستهلاكنا 56 ناقص 4487 13 باقي لي. تولز عندنا نقص يا أخي، إلا تولز تكفى، إلا تولز ما تمزح فيها. الملابس أوكي. في تاور رهيب جراند مانور برودواي تاور، والله فت ممتاز في هذا المكان وراء الستور هذا. هنا واحد وهنا الثاني، عاد من اللي بيسكن فيه هذا ما أعرف. حلو خلصت عندنا الحانة هنا، يقدر يسوي لنا البيرز أو الآل هذا أبو 30 أبل. ممكن حتى الفواكه الثانية اللي كنا نسويها في الجرين هاوس المسكر ونصير نتاجر مع الحلوين اللي هنا، الحلوين الجميلين اللي موجودين هنا الجماجم يعطونا كل شيء. يعني ممكن نستبدل الواين أو الآل بأي نوع من الأكل وندعم وضعنا الأكلي، وضعنا الغذائي لأي واحد صحيح. طيب يا شباب قبل لا أعرض هذه اللقطة يعني للشراء من قبل الشركات الكبيرة، حبيت أن أعرضها عليكم. شوفوا بيوت الهنترز والجاذرز، بعدين تجون وسط البيوت كذا تتبخرون، يعني السنتر كذا متعوب عليها عرفت. بعدين تيجي عند الويند ميل هذه والبوابة الكبيرة المغربية واللمب نير اللمب المهم بعدين الدجاج والحصنة. ف مرورا كذا يعني والله أتعب أعلق وأصفق على قوله. هذه المزارع سويت لي، خلصت القلعتين الكبار هذه بصراحة ما يبانون كثير، يعني ما أعطوا ذيك الجمالية وجهة نظري، بس يعني ها يدون الغرض في الستوريج. وهذه شوية لسه ما خلصت التعديلات الإنشائية هنا. يا سلام شوفوا المدخل هذا متعوب عليه في سنتر تر. هنا المزرعة يا شباب 30 في 30، أكبر مزرعة ممكن تشوفها في اللعبة. وهذه البيوت الجميلة كذا مع الماركت الصغير اللي يغطيهم، هم الرعاة لهذه المزرعة الكبيرة. راح أزرع فيها إيش؟ فاصوليا. الحلو في الموضوع أن التاجر يمديك تشوفه هو رايح، ف إذا ما اتفقت معه بالسعر ولا شيء توصل العمال هنا يحذفونه. ولا على أساس أنهم قطعوا طريقة كذا قطعين طرق ويأخذون الأغراض، ولا تبيع لي إياها من هنا وتروح تجيبها. فكرة حلوة صراحة. وهذا خلص أخيرا.
الورفشيب. أيوة عاد انتظرني، ما جابنا الايرون عفوا، ما جابنا ولا حبة ايرون والله. مرت يمكن سويت سكيب مدري 20 سنة. طبعا يا شباب لا اخفيكم سرا يعني الاكل انتكبت فيه، مدري كان 40,000 تقريبا قبل لا اسوي لكم الكت هذا. انتاجنا اقل من استهلاكنا ب8,000، قبل شوي كان 10,000. فانا اواجه ازمة حاليا، ولو اني استمريت على تسريع الوقت وتارك اللعبة بدون لا اجي اشوف حل المشكلة كان سلام عليكم. 494 ستة اشخاص باقي. معليش متحمس لهذا الرقم. اوه هلا بالسيلفر، هلا هلا. طبعا السيلفر يحتاج سيلفر اور ويحتاج فيورنس فيول، والجولد نفس الشيء. فيه مبنى هنا تبنيه يجلسون يدورون الجولد اور ولا سيلفر نفس الشيء كذا، يحاولون يطلعون لك اياه. بعدين من هنا زي المصنع هذا حق سيلفر والجولد، هذا المجوهرات، محل المجوهرات، وهذا الملتينج هاوس المجوهرات سلمكم الله. طبعا البيوت هذه انا رويتكم من وين بنيتها في الحلقه الماضيه، او عفوا نهايه الحلقه اللي قبلها. المهم هذا المبنى راح يعطيك الجولد نيكلس، الشغلات اللي كان يبيعنا اياها التاجر قص علينا. بس في مبنى ان شاء الله اني بحصله برويكم اياه ونجربه. هذا يجيب لك الجولد اور، مكتوب كان في الوصف يجيب لك جولد اور وسيلفر اور وما ادري ايش والسواليف هذه الطيبه من البحر. كيف ما تسالنيش، هو المخرج عاوز كذا. اكتشفت شيء عجيب يا شباب، مبنى تصويب هذا يجيب لنا ايش؟ يجيب لنا المسكت، يعني اسلحه، والاسلحه هذه ما ادري شو وضعها، حتى ما يستخدمونها الظاهر عمالي. ويجيب لنا ايش المصيبه؟ الآل والبايب توباكو. يا اخي انت ايش تبغى انت؟ مبنى تصويب تدريب ولا ايش؟ عشان كذا ما ابني المباني اللي ما اعرفها. اغلب المباني اللي مروتكم اياها زي كذا، زي النظام هذا صراحه ما لها لازمه ابدا، غير انه في تكرار كبير جدا. يا عيال يا عيال، علمتكم الحلقه الماضيه مش كذا يدفون العربانه، مش كذا. الله يصلحك. ايوه زبنها هنا. هذا ايش هذا؟ هذا الماركت، ما شاء الله الماركت 50% فل. طبعا كحل سريع لمعالجة مشاكل شو اسمه الاكل، بشلتر يضبط حياتك، وبعدين صحة عسل. رصيت كمية كبيرة في هالمكان، لان هالمنطقة يا شباب خلاص ما ودي اشطح، يعني ما في مصانع كثير باقية، فودي اعزل البيوت اللي هنا تكون للخلايا العسل اللي بتكون في هالمنطقة، وهنا للشغلات اللي راح نجيبها من هنا وننتجها، زي ما شفتوا يعني الجبن والخبز والكتشب والأملاح والعديد من الأول دراي شاك، وهذا نفس الشيء نفس نظامهم. ايش يسوي لنا؟ اوكي دراي ميت، لحم ناشف من الجوت ميت المتن. طيب ممكن تنتظر بس شويات، نحن نمر بأزمة اقتصادية شوية. ايوه هذا بيت، بس كم شخص يشيل؟ ما اعرف. براند تاور، يلا هذه شخصيه كذا مهمه، زي شو اسمه صاحبنا راعي المحكمه، هذه شخصيه مهمه لازم نضبطها كذا يكون جنب قصر رئاسه. ايوه انا عرفت المشكله من وين، الهنتر الكريه هذا اللي على اساس انه كان يجيب لنا اغراض كثير وحاطهم بنفس الدائره، هذا اللي ناكبيني. شوف انتاجهم كيف سيء، 4 اشخاص هنا واربع اشخاص، 8 اشخاص. عشان ايش يجيبون لي؟ عشان يجيبون لي 200 دكت ميت. الله يخرب بيت ابو اللي جابكم. طيب يا شباب، وجنب شو اسمه الخيول والحلوين هذا حطيت واحد قذر في هالمكان، واحد هنتر مقابل القذر، واثنين من الصغار الاسترجات الصغار هذه ابو 10 10، حطيت 2 جنبهم، ويبالهم ماركت جنبهم عشان لا يروحون، اكلهم قريب، استورج قريب، كل شيء قريب، فأريد شغل نظيف يا حلوين. الله يرحم والديكم. التولز يا ساتر، 100 ينقص 100 الحين، والتولز صار فيه نقص عظيم جدا، فهذه ما يبالها نقاش، على طول نجي عند الحدادين بلاك سميث. ما في تفاهم، انقذنا يا صوفيو، وخر يا كتشب. ايوه بلاك سميث عطنا برايورتي تكفى، وهذا عشان لا ننساه. وينه؟ خلنا نمسك واحد منهم هنا. ايوه شوف هذا ايش جاب لنا، ويل بلدر، ويل ميت. يا ساتر، يصيد حوت هذا؟ ويل حوت ولا لا؟ سيل مدري ايش لوبستر، هذه سفينة تروح تصيد لنا في البحار. اوكي 10 10 حلوين، تنويع في الاكل ومصادر قوية. الله اكبر، قدرنا ناكل في الحيتان. ممكن يتساءل بعضكم يقول يا اخي ليش انا مخصص هذه كل المساحة للحيوانات ما حطها مزارع؟
ترى تقريبا نفس الشيء بس مجرد تنويع. شوف هنا مثلا 800 متن اللي هو لحم كرمته الخرفان. فغير كذا تدخل في صناعات الصوف اللي هو الملابس، غير كذا هذا الفيرتلايزر يدخل في اللي هو السماد، يدخل في صناعات مش صناعات، يدخل في مصانع الحلوين هذا اللي ينتجون لنا توميتو، اللي يدخل في الكتشب تذكرونه، وغير مصادر كثير جدا. اللايف ستوك هذه جدا مهمة. ماركت المدرسة ابو خمسة، والله عمرها خلاص يعني قلنا لكم غطوا البيوت هذه اللي موجودة هنا. انا ادور اعمالة يا اخي، يكفي متعلمين والله. خلنا نطفي مدرستهم هذه، عندي ضغط في المزارع كلها لازم تغطيهم العمالة. وعندي هذا على بالي كل ما جيت شوف احسبه تاجر، طلعت سفينة انا حاطها من ضمن السفن اللي هنا. اسمع النكتة يا شباب، جاني تاجر يقول لي عندي تريجر ماب. كم طيب؟ بألف. هذا الكانتينز السيفير تقريبا هذا الامور يا شباب اللي تحصلها هنا. شوف هذا هو السيفير عشان تكون الجولد بندنت هذه وسواليف صناعة الذهب بشكل عام. فهذا الامور العلمين تلقاها من التجار، ما لي علم صراحة بمصنع انه يطلعهم. هلا بالعسل، هلا هلا بالعسل، هلا والله. شيل يا مدير شيل، شغل. خلنا نشوف انتاج الاكل. 72 الف والله، تعدينا بعشرة 14 الف تعدينا. ايش سويت؟ والله ما سويت شيء يا شباب، والله ما سويت شيء. اللهم المزارع هذه شغالة من اول. ما ادري الظاهر كانت في سرقة في الاكل، انا شاك في العمال صراحة، بروح بشتكي للقاضي. سويت لي مزرعة ثانية بس والله لسه ما حصدنا، يعني توني مشغلها، هذا اول موسم لها، لسه ما مداهم يزرعونها. وما سويت اي شيء ثاني والله بما يخص الاكل الا هذا، رصيتهم حتى ما مداهم يجيبون اي شيء. اتوقع بسبب اني حولتهم كلهم الى عمالة، فصار هذه السنة يجيبون الاكل بسرعة، يصير الفارمر او المزارع يركز بس في الزرع، وبعدين العمال يجون يشلونه للستور، فهو تركيزه بس انه يلحق يزرع ويحصد، مسألة النقل ما هي عليه، فهذه توفر وقت كبير. 494 والله ما ودي اودع هذه السلسلة، والله يا شباب اني مستمتع بكل لحظة وبكل لقطة من هذه السلسلة. يعني لعبة، انا ما اتكلم والله على تصميمي ولا اجلس كذا هايط على روسكم، يا اخي الوقت اللي تبذله فيها تشوفه، عرفت يعني تحس ان تعبك ما راح على الفاضي كذا، تشوف شيء رهيب، تصاميم حلوة للبيوت، تصاميم يعني ما ادري شو اقول لكم، يعني شوف علق وصفق. المهم اتمنى انكم مستمتعين بهذه السلسلة سواء كانت هذه الحلقة الاخيرة، فبخلي انا الخيار عندكم اذا تبغون ننزل حلقة زيادة عن هذه المدينة الجميلة، واذا كانت في اقتراحات منكم ان اسوي شغلة معينة ولا شيء، الموضوع عندكم، اعطوني اقتراحات بنزلها في حلقة ثانية. طبعا بقي بيوم بعد هذه الحلقة اللي تشوفونها الحين عشان الحق اقرا كومنتاتكم واصور الحلقة. والخيار الثاني ان ادرعم بعد هذا الحلقة على الهارد مود، فبيكون الوضع هارد مود وديزاستر كوارث مثل ما قلت لكم، ويلا تكتبوا لي في الكومنت تبغونها مع المود ولا بدون المود، يعني المهم اتحفونا في الكومنتات في هذه الحلقة. اتمنى انكم مستمتعين مثل ما انا مستمتع والله. شوف الرقم المميز هناك 9999. شوفكم ان شاء الله على خير، شكرا من تسبين القناة، شكرا لكل من دعمني في هذه السلسلة وغيرها من السلاسل، والله اني سعيد بناس كثير يكتبوا لي كومنتات انهم مستمتعين. انا ليش جايبكم عند الصناعية هذه؟ هنا المناظر الجميلة يا اخي. المسجد ما ادري ليش صراحة فيه اشكالية الرخام حقه. فيب هذه نعتبرها وداعية جميلة، وداعا. بنشت حبيبي، انا قلت بودع المدينة ما قلت بودع بنشت. ايش فين هنا؟ شوف من جاي يسألني حق الملح، يسوي لحم مملح. اخوي توكل على الله، احنا جالسين نودع المدينة وانت تقول لي لحم مملح.